أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادة جثث 5 أشخاص بمدينة خان يونس بقطاع غزة قتلوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجثث لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما، أما 4 الآخرين فهم لجندي احتياطي وجنديان كان في الخدمة الإلزامية. وجرى انتشال الجثث من منطقة خان يونس في جنوب غزة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية عمليات جديدة هذا الأسبوع.